وها هو ألب أرسلان، ذلكم الفتى المسلم الشجاع المؤمن بالله، كان عائدا من إحدى معاركه متجها ببقية جيشه إلى عاصمته خراسان. سمع به إمبراطور القسطنطينية رومانوس فجهز جيشا قوامه 600,000 مقاتل. والله ما جمعوا هذه الجموع إلا بقلوب ملؤها الخور والضعف والهون. جاء الخبر لأرسلان ومعه 15,000 مقاتل في سبيل لا إله إلا الله. وانظروا ووازنوا بين الجيشين، 600,000 تقابل 15,000 مقاتل، بمعنى أن الواحد يقابل 400. هل هذه قوى جسدية؟ إنها قوى العقيدة. وكفى يا أيها الأحبة، نظر هذا الرجل في جيشه، جيش منهك من القتال، ما بين مصاب وما بين جريح قد أنهكه السير الطويل. فكر وقدر ونظر في جيشه، أيترك هذا الجيش ليدخل بلاده ويعيث فيها الفساد، أم يجازف بهذا الجيش 15,000 مقابل 600,000؟ فكر قليلا ثم هزه الإيمان، وخرجت العقيدة لتبرز في مواقفها الحرجة، فدخل خيمته وخلع ملابسه وحنط جسده، ثم تكفن وخرج إلى الجيش وخطبهم قائلا: إن الإسلام اليوم في خطر، وإن المسلمين كذلك، وإني لأخشى أن يقضى على لا إله إلا الله من الوجود. ثم صاح: وإسلاما وإسلاما، ها أنا ذا قد تحنطت وتكفنت، فمن أراد الجنة فليلبس كما لبست، ولنقاتل دون لا إله إلا الله حتى نهلك أو ترفع لا إله إلا الله. فما هو إلا الوحي أو حد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل مائل، فهذا دواء الداء من كل عاقل، وهذا دواء الداء من كل جاهل. وما هي إلا ساعة ويتكفن الجيش الإسلامي كله، وتفوح رائحة الحنوط، وتهب رياح الجنة، وتدوي السماوات بصيحات: الله أكبر، يا خيل الله اثبتي، يا خيل الله اركبي، لا إله إلا الله. هل سمعتم بجيش مكفن؟ هل سمعتم بجيش لبس ثياب حشره قبل أن يدخل المعركة؟ هل شممتم رائحة حنوط 15,000 مسلم في آن واحد؟ هل تخيلتم صورة جيش كامل يسير إلى معركة يظن يثق أنه من على أرضها يكون بعثه يوم ينفخ في الصور؟ التقى الجمعان واصطدمت الفئتان، فئة تؤمن بالله وتشتاق إلى لقاء الله، وفئة تكفر بالله ولا تحب لقاء الله، ودوت صيحات: الله أكبر، واندفع كل مؤمن ولسان حاله: وعجلت إليك ربي لترضى. تطايرت رؤوس وسقطت جماجم وسالت دماء. وفي خضم المعركة إذ بالمنادي ينادي مبشرا: انهزم الرومان وأسر قائدهم رومانوس. الله أكبر، لا إله إلا الله، صدق وعده ونصر جنده. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ذهب من جند الله كثير وكثير نحسبهم شهداء، وبقي الباقون يبكون، يبكون على ما فاتهم من غنائم، لا والذي رفع السماء بلا عمد، لكنهم يبكون لأنهم مضطرون إلى خلع أكفانهم وقد باعوا أنفسهم من الله. أما القائد المسلم فبكى طويلا وحمد الله حمدا كثيرا، وبقي يجاهد حتى لقي الله بعقيدة لا يقف في وجهها أي قوة. ويوم حلت به سكرات الموت كان يقول: آه آه، آمال لم تنل، وحوائج لم تقضى، وأنفس تموت بحسراتها. كان يتمنى أن يموت تحت ظلال السيوف، ولكن شاء الله له أن يموت على الفراش. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي.